السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم التربية الإسلامية للصف الخامس ابتدائي، وصلنا إلى الدرس الثالث من الحديث الشريف في النهي عن الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث للحفظ. هنا يجي سؤال: اكتب حديث نبوي شريف في النهي عن الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إياكم، ما معنى إياكم؟ إياكم هي كلمة تحذير، هي كلمة تحذير. الكذب، هنا يجينا سؤال: ما الكذب؟ أو عرف الكذب، هذا مهم. تعريف الكذب مهم، وهو عدم مطابقة الخبر للواقع، وهو عدم مطابقة الخبر للواقع، وهو نقيض الصدق، وهو نقيض الصدق. إذن الكذب هو عكس الصدق، نقيض الصدق يعني عكس الصدق. الكذب وهو عدم مطابقة الخبر للواقع وهو نقيض الصدق. إياكم أحذركم وأمنعكم، إياكم أحذركم وأمنعكم. هذه مهمة. يجي السؤال: اكتب حديث نبوي شريف في النهي عن الكذب ووضح ما هو الكذب. هنا نكتب الحديث وتعريف الكذب، وإياكم كذلك المعنى مطلوب. لقد حرم الله تعالى الكذب في آيات القرآن الكريم، وفي هذا الحديث أيضا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم من الكذب. لماذا؟ لأنه من أبغض الصفات عند بني آدم، من أبغض الصفات عند بني آدم هي الكذب، وكل إنسان مؤمن يبتعد عن الكذب. لذلك اتصف جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام بالصدق، فكان رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ صغره موصوفا بالصدق، فلقبه الناس بالصادق الأمين. علينا أن نقتدي بالرسل والأنبياء لأنه كانوا صادقين ويتصفون بالصدق، وكذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يلقبوه الناس بالصادق الأمين. فعلينا أن نقتدي بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكون صادقين ونبتعد عن الكذب. فالصدق هي صفة مطلوبة وفضيلة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها. فقد وعد الله الصادقين بيتا في الجنة يتلذذ المؤمن فيها بنعيمها وخيراتها. إن جزاء الصادق، جزاء الصادق. ماذا وعد الله تعالى الصادقين؟ وعد الله تعالى الصادقين بيتا في الجنة يتلذذ المؤمن فيها بنعيمها وخيراتها، فيجد كل ما يتمناه من طعام وشراب وملابس وغيرها، ولا يشعر فيها بحر أو برد ولا جوع أو عطش. كما أن في الصدق نجاة من كل شر. إذن هنا عندنا جزاء الصادقين، أنه وعد الله سبحانه وتعالى صادقين في بيتا في الجنة، وكذلك يتنعم بنعيمها وخيراتها، فيجد كل ما يتمناه من طعام وشراب وملابس. والصدق هو نجاة من كل شر، يعني الإنسان يجب أن يكون صادق ويبتعد عن الكذب، لأن الكذب يقود الإنسان إلى الهلاك، يقود الإنسان إلى الهلاك، فيجب أن نكون صادقين. هذا هنا جزاء الصادق، جزاء الصادق. أما الكذب فهو من صفات المنافية لمكارم الأخلاق. الصدق هي من صفات الرسل والأنبياء ومن صفات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكذب فهي من الصفات المنافية لمكارم الأخلاق، وقد نهى الله تعالى ورسولنا الكريم عن الكذب، فهو من صفات المنافقين. الكذب هو من صفات المنافقين. من هم المنافقين؟ المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه هنا صفات المنافقين، يعني المنافقين هم كذابين، لأن يخفون في باطنهم غير ظاهرهم. والذين لا يؤمنون بالله ولا آياته، هؤلاء المنافقين. من هم المنافقين؟ الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني يكذبون على الناس، ظاهرهم غير باطنهم، يعني بداخلهم كفر، يعني وألسنتهم يخدعون الناس بأنهم مؤمنين وصادقين ومحبين للخير، لكن باطنهم وقلوبهم هي كفر وكذب وخداع.
ولا بد أن نعلم أن الكاذب سيفقد حب الناس واحترامهم. هنا عواقب الكذب، عواقب الكذب، ما هي عواقب الكذب؟ يفقد حب الناس واحترامهم، الناس ما تحبه ولا تحترمه، ولن يثق به أحد وسيبتعد الجميع عنه. يعني يفقد حب الناس واحترامهم وما يثق بعد به أحد وسيبتعد الجميع عنه. الكذب هي صفة مذمومة، يعني الإنسان الكاذب راح ما يحب الناس ولا يحترمونه وراح يبتعدون عنه. ولقد حذرنا القرآن الكريم من عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، يعني للكذب عواقب في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهو في الدنيا يزعزع ثقة الناس فلا يثقون بوعود الكاذب ولا يصدقون أقواله، هذا جزاء في الدنيا، إنه الناس ما تثق به ولا تصدق بأقواله بعد. وكذلك في الآخرة له عقاب، سيعاقب الله تعالى الكاذب فيسود وجهه ويكون جزاؤه النار وبئس المصير. هذا عقاب الكاذب في الآخرة، إن الله سبحانه وتعالى يسود وجهه ويكون جزاؤه النار وبئس المصير. هذه هي عواقب الكذب. السؤال، ما هي عواقب الكذب؟ راح نذكر عواقبه في الدنيا وفي الآخرة. لذا وجب علينا عدم الكذب في أي حال من الأحوال، ومن أعظم الكذب أن تقسم بالله وأنت كاذب. هنا ما هو أعظم الكذب؟ أعظم الكذب أن تقسم بالله وأنت كاذب، يعني مثلا الإنسان يكذب ويحلف، يعني هم هو كذب وهم يحلف بالله كذبا، فهذا هو من أعظم الكذب، أن تقسم بالله وأنت كاذب. فالقسم أمر عظيم لا يجب القيام به إلا لضرورة كبيرة، فالقسم أمر عظيم لا يجب القيام به إلا لضرورة كبيرة. فكيف الكاذب الذي يكذب وكذلك يقسم بالله كذبا، فيكون عقابه هنا أشد. ومن يقسم وهو كاذب يكون قد تحدى الله وسينال الأشد العقاب وأعظمه. هذا عقاب الكاذب، والذي يقسم وهو كاذب يكون عقابه مضاعف، يعني ينال أشد العقاب وأعظمه. فالمؤمن لا يكذب في أقواله ولا في أفعاله حتى لو كان في المزاح. هل يجوز الكذب في المزاح؟ كلا، لا يجوز، لا يجوز الكذب في الأقوال ولا في الأفعال حتى لو كان في المزاح. وفي الكذب هلاك الإنسان، إذ يحكى هنا عندنا هذه القصة تروي عن الولد الكاذب كيف أدى كذبه إلى هلاكه. إذ يحكى أن ولدا كذوبا كان يسبح في النهر، فأراد أن يسخر بأصدقائه ويضحك منهم، فأخذ يتنفس في الماء كالغريق ويصرخ أنقذوني أنقذوني، فرمى بعض الناس بأنفسهم في النهر لينقذوه وسبحوا باتجاه لينقذوه، فلما وصلوا إليه ضحك منهم ضحكا عاليا، فرجع الناس وعلموا أن الولد كاذب. وفي اليوم من الأيام ذهب الولد للسباحة كعادته، وفي أثناء ذلك تعب الولد الكذوب، وعندما كان يسبح في النهر ولم يعد يقدر على السباحة، فنادى بصوت عالي أنقذوني أنقذوني. هذه المرة الولد الكذوب كان صادق ولم يستطيع السباحة، لكن الناس ما صدقه، لأن الناس ما ثق به بعد، لأنه كذب عليهم ففقد ثقة الناس، فلم يصدقه أحد وظنوا أنه يكذب في هذه المرة أيضا كما فعل في المرة السابقة، فلم يثقوا به ولم يساعده أحد، فغرق الولد الكذوب في النهار ومات بسبب كذبه أدى إلى هلاكه، لأنه لم يصدقه أحد ولم يسارعوا لإنقاذه. يتضح لنا من هذه القصة وما تقدم خطر الكذب وعاقبته، فعلينا التزام الصدق في أقوالنا وأفعالنا لننال حب الناس واحترامهم وننال رضا الله تعالى ورسوله وننجو من الهلاك. هذه قصة الولد الكذوب، كان يكذب ويدعي الغرق وكان ينادي أنقذوني أنقذوني، ولما أنقذه الناس ضحك عليهم. هنا بعد ما حد يصدق أقواله، لأن عرفوا أنه هذا الولد هو كاذب، لكن في المرة الثانية كان صادق، لكن الناس لم تصدقه لأن الناس لم تثق به ولم تثق بأقواله، فأدى كذبه إلى هلاكه، وهذا هو خطر الكذب. إننا عندنا المناقشة، اكمل الفراغات التالية. اتصف جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام بالصدق،
وعد الله الصادقين بيتا في الجنة يتلذذ المؤمن فيها بنعيمها وخيراتها. الكذب من صفات الكفار والمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. من أعظم الكذب أن تقسم بالله وأنت كاذب، فالقسم أمر عظيم لا يجب القيام به إلا لضرورة كبيرة. هذه هنا الفراغات هي من الدرس. ثانيا، ما عواقب الكذب؟ هذه هنا عندنا الأسئلة مهمة. ما عواقب الكذب؟ عواقب الكذب: يفقد حب الناس واحترامهم، ولم يثق به أحد، ولا يصدق أقواله، كذلك يعاقبه الله يوم القيامة ويكون جزاؤه جهنم وبئس المصير. ما قصة الولد الكذوب؟ ذكرنا هذه القصة. هل يجوز الكذب في المزاح؟ هل يجوز الكذب في المزاح؟ كلا، لا يجوز، لا يجوز الكذب حتى في المزاح. وانتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.